قال ابن قتيبة: كان بين حاتم طي وبين أوس ابن حارثة ألطف ما يكون بين اثنين. فقال النعمان ابن المنذر لجلسائه: والله لأفسدن ما بينهما. قالوا: لا تقدر على ذلك. قال: بلى، فقلما جرت الرجال في شيء إلا بلغته. فدخل عليه أوس فقال: يا أوس، ما الذي يقول فيك حاتم؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول إنه أفضل منك وأشرف. قال: أبيت اللعن؟ صدق، والله لو كنت أنا وأهلي وولدي لحاتم لأنهبنا في مجلس واحد. ثم خرج وهو يقول لي النعمان: لا من نصيحة أرى حاتما في قوله متطاولا، له عندنا باع كما قال حاتم، وما النصح فيما بيننا كان حاولا. ثم دخل عليه حاتم فقال له مثل مقالته لأوس. قال: صدق، أين مني أن أقع من أوس؟ له 10 ذكور أخسهم أفضل مني. ثم خرج وهو يقول: يسائلني النعمان كي يستزلني، وهيهات لي أن أصطدام فأسرع، كفاني نقصا أن أضيم عشيرتي بقول أرى في غيره متوسعا. فقال النعمان: ما سمعت بأكرم من هذين الرجلين.